أواخر التسعينات في لندن إنجلترا، موطن الرسام بيزل هالورد وصديق التهكم الساخر اللورد هنري ووتن. كانوا يناقشون آخر أعمال بيزل اللي قيد الإنشاء، وهي لوحة لأجمل وألطف شاب شافه بيزل في حياته، دوريان غراي. طلب اللورد هنري أنه يقابل دوريان، ولكن بيزل رفض، خايف عليه أنه يفسد روحه ويسممه ويحرف تفكيره. بعد كم يوم زار اللورد هنري بيزل واللي جاي يرسم دوريان غراي في بيته، ومثل ما توقع بيزل تأثر دوريان بكلام اللورد هنري ومفاهيم غريبة عن الحياة، بذات أفكار عن الجمال والشباب. من الأشياء في الحياة تتمحور حول المتعة والجمال. ينهي بيزل اللوحة ويمدح اللورد هنري، يقول إنها أفضل أعماله ويبغى يشتريها بأي ثمن ممكن. يرفض بيزل، يقول إنها ملك لدوريان. وفي هذه الأثناء يصدمهم دوريان بقوله إنه يكره اللوحة لأن من غير العدل إنه يكبر بالعمر، بينما اللوحة تستمتع بجمالها إلى الأبد. يتمنى في هذه اللحظة أمنية بأن يصير العكس. جاب دوريان غراي بشابة في غاية الجمال اسمها سيبلفين، ممثلة بارعة في أحد مسارح شيكسبير. بعد ما اعترفوا بحبهم لبعض، صارت سيبل فجأة ممثلة سيئة، اعتقدت أن ما في شيء مهم في الحياة كثر الحب. يغضب دوريان عليها ويصرخ عليها بعد انتهاء المسرحية، ويقول لها أنه ما عاد يحبها مثل أول وتركها على الحال. بعد كم يوم سيبل تقتل نفسها. يقنع اللورد هنري دوريان أن موت سيبل كان أشبه بمشهد فني، وأنه محظوظ أنه في أحد انتحر عشانه. واقتنع دوريان أن موت سيبل ما كان بسببه. بعد فترة مليانة أحداث، اكتشف دوريان أن أمنيته تحققت، وأن اللوحة بدت تتشوى وتظهر فساد روحه، بينما وجهه محتفظ بكامل جماله وشبابه. من هنا دوريان بدأ يأخذ راحته في التمتع بالحياة من مخدرات وغيرها، وكان له تأثير سيء على كل من يعرفه، لدرجة أن الناس تطلع إذا دخل المكان، وكم شخص انتحر بعد ما عرف دوريان غراي. الشخص الوحيد اللي يعرف عن اللوحة لحد الآن هو دوريان، لأنه قفل عليها في خزانة قديمة في بيته. مع الوقت وكثرة أفعال دوريان المشينة، تشوهت اللوحة أكثر وأكثر سنوات. وفي عيد ميلاده 38، قابل دوريان صديق القديم بيزل في أحد الشوارع. أصر بيزل أنه يستفسر من دوريان عن الشائعات اللي تدور حوله حول فساده. قرر دوريان بعد نقاش طويل أنه يوري بيزل لوحته اللي كانت سبب فساد روحه. انصدم بيزل من الرعب اللي شافها باللوحة، وما صدق إنها نفس اللوحة الجميلة اللي رسمها من سنوات. طلب من دوريان أنه يصلي معه ويدعي أنه يتخلص من الفساد اللي في روحه، لكن دوريان غضب ونظر للوحة وكأنها تطلب منه أن يقتل صاحبه وجالس على الكرسي. وبالفعل أخذ دوريان سكين وطعن الرسام بيزل عدة طعنات في رأسه حتى مات. بعدها تواصل دوريان مع صديق قديم له اسمه آلين كيبل، كان يكرهه بس ما حد يعرف ليش، وأجبره وهدده بأن يساعده يحلل جثة بيزل المسكين باستعمال محلول نيتريك آسيد عشان يخفي آثار جريمته. بعد كم يوم الكيميائي آلين كامبل انتحر. بعد هذا كله قرر دوريان أنه يطهر روحه بإشباع الحواس، واحدة من أفكار اللورد هنري، عن طريق المخدرات يعني، وراح لمكان مشبوه. وآخر الليل هو راجع مسك شخص اسمه جيمس دين. تذكرون سيبل فين الله يرحمها؟ هذا أخوها الكبير. هدده بالسلاح وقال له أنت سبب وفاة أختي. فكر دوريان بحيلة لازم ينجو من هالورطة، وسأل جيمس كم صار للحادثة اللي تقول عنها؟ 18 سنة؟ طيب قرب المصباح وناظر وجهي. طبعا نجح دوريان بإقناع جيمس إنه مو هو اللي في باله. يتوفى جيمس فين في حادثة صيد كان موجود فيها دوريان. يرتاح دوريان بعدها ويحس بأمان وإنه يقدر يكمل حياته بشباب المخلد. في نهاية القصة يصحى ضمير دوريان ويقرر أنه يصير شخص صالح، لكنه كان قلق من اللوحة
وإن أحد يكتشف سره. قرر يتخلص منها وأخذ نفس السكين اللي أنهى فيها الرسام عشان ينهي لوحته. ما كان يدري إن مجرد طعنة للوحة اللي تحمل روحه فهو يطعن نفسه.